السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صافا طوركم خاوتنا، إن شاء الله كلكم تكونوا بخير، الله يبارك ما شاء الله. خاوتنا احنا حطينا فيديو يعني تاع فلوس صغير نعيط له جيني، هذا ترويض فقط إخواني الأعزاء، سهلة جدا. فلوس كيحل عينه إذا به يشوف المربي قدامه كيما هكا يوكلوه من الصغر يوالفه برك، هذا مكان سهلة جدا جدا، ماهيش حاجة صعيبة يعني باش تروض العصفور نتاعك، ماهيش حاجة صعيبة. أنا هاكم غادي نطلع صبعي راهو بالتأكيل اليدوي نوكلوه ملي يكون صغير كيما هكا، إحسان فقط. هذا مكان هاو كيما هاكا يحل عينيه يشوفك قدامه يوالف بيك برك، هذا مكان سهلة جدا جدا. احرصوا خاوتي على نظافة الأعشاش لأنه الفاش راهو خطير ينقل الأمراض، احرصوا على تقديم التغذية المتوازنة، ربي يوفق الجميع إن شاء الله. تحياتي إليكم جميعا إخواني، اللي ما فهمش أي حاجة فيما يخص هذا الترويض أو غير ذلك يعني من تقديم الفيتامينات وتقديم البرامج الغذائية، إن شاء الله تكون لنا حلقات موضحة ومبينة نسهلوا لخوتنا المربيين جميعا. كان معكم أخوكم نور إخواني، تحياتي إلى جميع المربيين.